عليكم ورحمة الله وبركاته. في حشام مع اخوكم تيركس ورجعنا في فيديو جديد. انا واحمد هلا كالعادة ونفس السلام الغبي ما عندي غيره. زبدة اليوم جبنا لكم تحدي جديد مع فيفا وطبعا على العربي. طبعا اللي بيفوز بياخذ له حبة عربي. عندنا هنا ست حبات. صحيح اللي بيسجل هدف ياخذ له. اي بيسجل هدف معليش. واللي بيفوز فوز تام بياخذ له صاروخ شاورما. يعني على حسب الفوز. وعندنا العربي والثوم وكل شيء هنا مضبطينه. فنشوف مين بيفوز. بنلعب فيفا طبعا فيفا 16 لان انا احب فيفا 16 صراحه بشكل عام. انا احب فيفا 16 اكثر من 18. فبنبدا وطبعا ما بصور فيس كام للاسف. كل ما نجيب هدف بوريكم احنا ناكل وخلاص. إذا أصدقائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المباراة التي على أبواب الانطلاق الآن. مباراة تامة مباراة منتظرة جدا ينتظرها الجمهور وهنا اللاعب في المدرجات بانتظار هذه المقطعة الكروية هذه السارة سارة كرة القدم. ضربة زاوية للمرنجي. الرائع ميسي يحاول يحضر الكرة وسط الضرب. لويس سواريز. توني كروس. لوكا موديتش. هو خرج ضربة. كارفال يا الله حتى ينوب الطائرة عن الحارس ويقول لا لدخول الشباك. كرة تكتيك من قائد الهوى. كريم بنزيما. سيرجيو بوسكيتس. نيمار. استحواذ على الكرة دائما مع المهدي. أكيد لدينا فرصة هنا. إيفان راكيتيتش. كريستيانو رونالدو يتسابقون يتلاحقون لتقديم الدعم لكن ادنى صعوبه يكون عند الجول كيبر. جارد بال تحكم ممتاز من الحارس مهاره في التحكم بالكره وذكاء في الباس وحتى التفكير الافضل كريستيانو رونالدو كره بعيده عن الحارس ومرمى شباك. توقيت جيد لاعتراض الكره للمساعده في تقديم الضغط. كره حتى اشراف الدفاع. كريم بنزيما. داني الفيش استخدم مراوغات مر حتى يوصل من تشجيع التسديد. كريستيانو رونالدو. كريم بنزيما. الهجمه كانت منظمه ممتازه جدا لكن في الاخير خسر الكره. شوف الهجوم دعم جيد من زملاء الفريق. الكره معه الان في نصف الملعب. كره خرجت فما تمس. انيستا. تمس اخر يتنفذ الان. استحواذ الكرة دائما مع المهدي. محاولة للهجوم لوكا موديتش. تسديدة وكرة تمشي في اتجاه المرمى. ضربة ركنية لريال مدريد. لويس سواريز. جارد بال. كرة سهلة وبالتالي استخلاصها يكون أسهل. ممتاز الاعتراف من ألفيش. في مكان خطير منطقة الخصم المرمى الجانبي أو. داني ألفيش. كرة عرضية لميسي. قوة لاستخلاص الكرة. سيرجيو راموس. داني الفيش. دراسة جيدة جدا الموقف واعتراض موفق. لاعبنا يمتلك في حرية. انيستا براءة القلب تصدي القلب مش ممكن. هذا رأي تصدي لاعب من حارس الاحلام. حذر لعبها الفرصة تصدي ممتاز الحارس حتى في كوتو. كارفا خال ضربة خطأ ضد البرسا. لوكا موديتش. الفرصة الثانية على تنفيذ التمريرة العرضية. تمريرة غريبة برشا وبالتالي الكرة في حوزة فريق الخصم. كرة تمشي باتجاه الحارس. انيستا. ايفان راكيتيتش عمل عظيم بل غير عادي من الحارس. كرة هدية من حارس المهاجم. الحارس وقف كرة كانت نسبيا سهلة. انيستا. ليو ميسي. دفاع امامه يسجل. فرصة لتسديدة للتعاون. ايش رايك بالوقعه قبل؟ بطاقة متأكد منها صحيحة 100%. نيمار. بداية الشوط الثاني. كريم بنزيما. خطأ دفاعي غير مقبول بالمرة، شوط على المرمى، تصدي عظيم لحارس أعظم. ويا له من تصدي من حارس العملاق.
محاولة تشيل الكرة تضيع. سيرجيو بوسكيتس كورة تقطع في نص الميدان، كورة باتجاه بنزيما، ليو ميسي كارفاخال، كارفاخال البارسا يصطاد الكرة، حكم سبق خطأ ضد ريال. إيفان راكيتيتش، أوه قد يكون لدينا فرصة هنا، ضغط ممتاز من المدافع والمهاجم يخرج كرة، كارفاخال، نيمار، محاولة بداية بالتياز كرة نظمة وسريعة ولكن بالأخير مرتكب منها الكرة، ليو ميسي كارو رونالدو، الله على التسجيل. شايفين؟ يلا كل يلا يلا الله 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 الجو. اوكي وبعد جاي يفتح الثوم. عاد الجو بسم الله. بسرعة خلص خلص الصرول. على راحتي على راحتي. بسم الله. مشكلة والله. بطيء والله العظيم. اوكي اوكي يلا بسرعة. ملعب ملعب باقي يلا. بسرعة خلص خلص علينا شوف. والله العظيم مشكلة. جوعان ها. مشكلة يا شباب والله العظيم. وين ميسي حقك ذا الحين؟ استغفر الله. طيب الحين انا ماني مشتي عادي ترى الوضع. امش بس كل بسرعة تكفى. يا ليل العاهة. اوكي. ما شاء الله. في لعبة جيدة جدا رغم قوة الخصم، تبقى الكرة ويمشي الأتاك، محاولة بس تكوين ركنية. إيفان رابيتيتش كرة يتمكن منها الحارس بكل سهولة، تمريرة عرضية ولا أحلى، محاولة تسديد مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف يجح في سطحها. الكرة تتجاوز الخط ضربة زاوية بيبي، لن تكن بالكرة الميليمترية على رأسه، يقول لي لو كانت بالملي كان يحطها في الشبك. طبيعي الكرة لو كانت وصلتها بالملي أعتقد أنها باستطاعتها أن يحطها في الشباك، لكن الصورة اللي شاهدها لا يمكن أن يتعامل معها بأفضل من هذا الشكل. علي أن أقول بأن الإكمال شوه صورة تنفيذ الكرة الجميلة. إيفان راكيتيتش كرة ممتازة على الطرف، كرة ستعود الملعب للتماس. مارسيل، كريستيانو رونالدو، جارث بيل، ما في أدنى صعوبة يكون عند الجول كيبر. كريستيانو رونالدو هدف. دب يلا دب والله الحين. أوكي يا بسم الله غثك. لا تخاف مرة بسرعة سريع 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 بسرعة. شوف شوف الغثثان يفتح الثوم ويعيد جوه كأنه جالس بمطعم وما وراه شيء. يا شباب اقسم بالله يا شباب اني دائما افوز عليه بس هذه المرة حظ ماش معاي، بياكل الكلب متحمس. يلا بسرعة 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 لا تصير ورع. يا الله شوف حبي فمه. ايوه 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 يلا شاطر شاطر خلصت. ليو ميسي تمس جديد في الماتش. جوردي ألبا، إنييستا، كريستيانو رونالدو، سيرجيو بوسكيتس، ليو ميسي كرة في نقلها من فريق ريال مدريد، بيبي كيف في المرمى، تسديدة وكورة بالجهة الحارس، ضغط كبير من الركنيات هنا يخرج الطابلو يعطيك فكرة عن عدد الكرات في المباراة. تمريرة لم تكن في المستوى وستعود المباراة من تماس. داني ألفيش كورة من الجانب ستلعب في تماس. توني كروس تتوصل للتمريرات السيئة والكورة تخرج برا ستعود من تماس. داني ألفيش اوه ما اروع فكرة الكورة هذه. ليو ميسي لعب من المسافة يحاول يسجل جول، حارس يوقف كورة كانت نسبيا صعبة. عالي نحو كريستيانو رونالدو. دفاع أمامه يصدق، أكيد من هذه السوايع ممكن يكون هدف. هنا عبد الله يظهر لي لعيب في التوزيع، ليس لعيب في راسية المهاجم، لأنه آخر وقت مس الكورة براسه، في المجهود لكن ما وصلهاش. عصام المهاجم فقط يوقع على المحاولات، لكن أعتقد أن المحاولات التي تصل المهاجم أو طريقة وصول الكرة هي السبب الرئيسي في أن نشاهد هدف جميل أو نشاهد فرصة ضائعة دائما علينا. بنلعب مباراة ثانية. لا بنكمل. نشوف مين بيفوز باكثر اهداف لانه جاب هدفين الحين لعب مباراه ثانيه ما خلص ابدا لان العرب برضه ما خلص يعني على الاقل يتبقى حبتين اخر شيء
ونكون خلصنا يعني الفيديو بعد هذه المباراة. يا فايل لازم نخلص هذول يعني، فبنعمل مباراة ثانية ويلا خليكم. إذن بعد طول انتظار كل الأسبوع الجماهير تتحدث عن المباراة، الصحافة كتبت كثيرا عن هذا اللقاء، والآن انطلقت مباراة الموسم الفريقين. أمامكم تشكيلة FC برشلونة اليوم، التشكيلة تلعب بتكتيك 4-3-3 قدام الجميع تشكيلة الميرينجي ريال مدريد. فريق يستخدم خط كرة تمشي باتجاه الحارس، الكرة تعدي المرمى وهدف. هذا وش هذا؟ يلا كل بسرعه بسرعه بيب بسرعه، لا تاكل المدري ايش، خلنا ناكل بطاطس جوعانين شو نسوي. لا مشكله اذا فاز بياخذ صاروخ بعد. الواحد جوعان يا عيال يعني والله مشكله يا اخي. اقسم بالله يا شباب قبل ما نسجل المقطع اني فايز عليه 4-2 تقريبا او 3، والله العظيم اني فايز عليه، بس الحين والله اللعبه رايح فيها ما ادري ايش فيني. شوف شوف ايش قاعد ياك، اشرب بيبسي وراها بلع بسرعه نفسيه والله. بسرعه 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 دب دب الحي في اول مره اسمعها زبده. نكمل دونجوس كارباغال كريم بنزيما فرصة مازالت متاحة على قصد الحارس، كرة تخرج رمية جانبية كريستيانو رونالدو، كانت عرضية خطيرة لكن مدافع انقذ الوضع. لوكا مودريتش هي باس في رأي المدافع اضطرب وارتبك واستعمل جديد، كان قل التركيز لأنه شوف المكان بتاع المخالفة خطير وقريب جدا. ممكن نستناه هدف لعبد الله، ممكن ننتظر هدف عصام، هذا من جانب الجانب الآخر. أنا لا أعلم لماذا المدافع لا يكون عنده سرعة ردة فعل، يلعب الكرة براسه بدون ما يستخدم يده. كريم بنزيما صدق أو لا تصدق، هذا الحارس مجنون. الكرة تتجاوز الخط ضربة جزاء برشلونة يقوم بمباراة اليوم والفريق الأكثر تجميع الميتاد داخل ميدانه. فعلا كان أداء استثنائي أمام جمهورهم، ظهر المتحكمين بمجريات المباراة مما أوفى على الملعب جو رائع، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لضيوفنا اليوم. تسديدة وأمر مميز جدا تعادل الأهلي، هدف يستوجب مهارة فنية كبيرة، حتى الكرة فاسية في مكانها وهدف في كل ملعب. عصام تسديد الكرة بقوة يلغي عمل الكرة. أوه كانت قريبة من العذر. ولا اروع يا شباب، ترى كل اخبار من مرسي اي ما لي دخل. اوكي خلينا نفتح ثوم. ايوه خليك انت راقد يا حيوان، خلصت الكل، خلصت عربي كله. طبعا انا باكل بتأني ليش؟ لاني اول هدف ليه لازم لازم افرح لازم نخلل. بتشوف 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 بجلدك المرة الجاية. كل لحظة بس ميسي وبوسكيت هذا شوفون. نحس نحس خلاص ايش الصوت ذا خلص. خلاص يا ولد يا ولد يا والله ايش الويريد يا باكستاني خلص. والله العظيم يا رب واحد جوعان مثلي مسكين ما كان الصباح بس هي يلا الهداف. مكمل الجيم كريستيانو رونالدو لوكا مودريتش كارفان سيرجيو بوسكيتس هذا اللاعب تميز رياض المجهود غير عادي يبتكر في كره في عرضها انيستا ليو ميسي المهاجم مروه كان في طريق ليو ميسي ماكسيم ريح والكره تقطع الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا شاهدوا فيها لم تقدر على الأخير بعد دخل المنافس رمية تنس إنيستا إيفان راكيتيتش أكيد الهجمة واعدة هذا الاعتراف قد يخفف من الضغط على فريقه توني كروس تسديد الكرة باتجاه الحارس فرصة كرة تبعت الحارس توني كروس جاريث بيل تمريرة عرضية ولا أحلى ليو ميسي حكم سبق خطأ الريال كرة تقطع في نصف الميدان يحتاج ديما كرة خاصة كرة خاصة به وأخرى بقية اللاعبين نجم فوق العرض إنيستا إيفان راكيتيتش كريستيانو رونالدو شرف المحاولة نجاح والتسجيل هو أكبر نجاح ركنية كرة تمشي وتنزل باحتضان الحارس كرة جديدة
ضغط على ميسي وكرة تخرج برا. كريستيانو رونالدو. ليو ميسي. مارسيلو. داني مارفيش. لويس سواريز. كرة لولبية في ستة أمتار من الخربة. كريستيانو رونالدو. محاولة تدخل كرة تتوقف في الطريق عشان سيئة. شوف السكة شوف البراد. داني مارفيش. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي عارف كيف خرب حرة في نقطة ممتاز جدا. تسديدة على العارضة. بصراحة هناك قلة تركيز من اللاعب اللي يمسك كرة بيده والحكم يزق فاول. مازال الكرة عند جون رونالدو. تسديدة على المرمى. بارادي القلب تصدي القلب مش ممكن. هذا رجل تصدي للعادل الحاسم الاعتيادي. نيمار. نتمنى أن يكون الشوط الثاني ممتاز. لويس سواريز التقدم يرجع إليهم من جديد. من سواريز باقي قطعة واحدة شباب، مين بياخذها ما ندري، ولكن إن شاء الله أنا بنصير 3-3 يعني. شوف متفشل. شوف إن شاء الله يعني كيف يعني عرفت كيف هذه خبزة. خلاص يا أخي خلص. يعني زي ما تعرفون. إذا جبت هدف بنصير متعادلين في الأهداف مع جمع المباراة اللي قبل، أو إذا هو جاب خلاص بياخذ الصاروخ، أما إذا جبنا بنضطر نقسمه. يلا نخلص خلاص عرفنا. خلاص يا بكس باني تخلص. بيكي ليو ميسي فرصة الجول. يا جحبلي صلحي يا جلد، اقسم بالله قربت عليه نتيجة. هذه اخر قطعة طبعا، خلاص بنقفل اللعب الحين. لا الحين اللي يجيب هدف ياخذ الشارع خلاص. اوكي على كلامه. يلا يلا خلنا ناكل اخر قطعه واللي يجيب هدف ياخذ الصاروخ، ما عندي مشكله. خلاص يلا خلي البطاطس خلنا نقمد عليها. خلص ولا لا؟ خلص خلنا نلعب. طبعا تعادل 3-3، ان شاء الله الرابع لينا. طبعا ميسي سوى معاه شغل ما نبي نتكلم، شفته بعيونك. يلا يا الله خلاص خلاص. لوكا مودريتش. مارسيلو. داني ألفيش. مارسيلو. كريستيانو رونالدو. كريم بنزيما. لحظات يتنفذ التماس. الرائع ميسي يحاول يحافظ على الكرة وسط ضغط. بيبي. كريستيانو رونالدو. ليو ميسي. لويس سواريز تصدي عظيم لحارس صعبة. والكرة ستعود من ركنين الفرصة. ما أروع هذه الحركة الدفاعية التي تمنع الهدف. ضربة خطأ ضد الفرصة. سيرجيو راموس. يا بيرا في منطقة الوسط الكرة حمزة بيان. كرة
كرة ستعود الملعب للتماس. جوردي ألبا. كريستيانو رونالدو. شوف الحارس إيش يعمل. شوف الحارس يقطع الكرة. مش انتصار. نسلمه. صلوا. أصبر عنك. أوكي. أوكي. إيه. وين الرجال الحين ها؟ طيب عادي عادي الرجال. اهم شيء تعادلنا خلاص خلاص نكون إيه؟ وصلنا نهاية المقطع ها الريك. اسكت خلينا ننهي المقطع. لا نكون وصلنا نهاية المقطع يا شباب. اذا عجبكم المقطع تبون زياده من هذه السلسله لا تنسى لايك وسبسكرايب. وكمان اخوكم إيه؟ فيريكس لا لايك على عشان شرمه ها يلا.